يجينا رجل سمل على كرسي متحرك. أعلنت الشرطة عن حالة سكر سائق يوم الجمعة الماضية شمال كولومبوس أوهايو في محطة برولين على طريق ديلوير كاونتي. كل شيء على ما يرام، هناك شخص على كرسي متحرك. حسنا، إنه الشخص المطلوب. نائب شرطة أوهايو يقول إنهم عثروا على دونالد لو يقود كرسيه المتحرك على الطريق من دون أن يستخدم أضوية أو عواكس. وقالت الشرطة إنه يبعد ميلا عن بيته. بالنسبة للشرطة، فإن قانون السكر أثناء القيادة ينطبق على آلية مدولبة. خففت التهم الموجهة للسيد لو واتهم بالسلوك غير المنضبط بدلا من القيادة أثناء السكر.